السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من هذا المساء والأيام القادمة بإذن الله في نشرة إنذارية. إن شاء الله سوف نقدمكم آخر التفاصيل ومستجدات الحالة الجوية بالمملكة المغربية، فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات إن شاء الله، والمرجو مشاهدة الفيديو للأخير لكي تعرفوا التفاصيل إن شاء الله. بالنسبة إن شاء الله للتوقعات وصورة الساطرة تبين بإذن الله في هذه اللحظة بأن الأجواء نسبيا صافية إلى قليل السحب في الجهة الشرقية وكذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة. بالنسبة إن شاء الله للتوقعات الفترة الليلية أو الفترة بعد الزوال، توقع تساقطات مطرية على التبانج أوكيندن وأمزميس، تساقطات مطرية ضعيفة. بالنسبة كذلك على الداخل ستكون بعض الزخات المطرية وأجواء غائمة إن شاء الله مع تساقطات مطرية أملاك على الداخل وبجدور وكذلك أوسرة، تساقطات مطرية محليا ضعيفة خلال يوم الخميس إن شاء الله، فيتوقع بإذن الله دخول كذلك اضطرابات وعواصف رعدية قوية محليا على المدن التالية، والمدن المعنية بهذه العواصف الرعدية فهي سكورة مداز وكذلك ميدلت وتونفيت وإيميلشيل وأسر والريش وغرامة وتباينت وكذلك أوكيندن مع احتمال هبوب رياح نسبيا قوية. وخلال كذلك الفترة المسائية فيتوقع بإذن الله أن تكون الأجواء كذلك مستقرة إلى قليلة السحب في معظم مناطق المملكة. يوم الجمعة إن شاء الله 24 مارس فيتوقع بحول الله أن تكون كذلك الأجواء نسبيا مستقرة إلى قليلة السحب. خلال كذلك يوم السبت يتحتمل بإذن الله أن تبقى الأجواء مستقرة مع احتمال عودة أمطار الخير خلال الأيام البعيدة المدى، وكذلك اليوم غد ستكون بعض التساقطات المطرية كما ذكرنا لكم في الفيديو. وبالنسبة ليوم الاثنين 27 مارس إن شاء الله يحتمل بإذن الله أن تبقى الأجواء كذلك غير مستقرة مع احتمال بعض التساقطات المطرية فوق مرتفعات المغرب. كذلك يوم الثلاثاء 28 فيحتمل بإذن الله ويتوقع تساقطات مطرية رعدية قوية محليا وضعيفة على مرتفعات تبينت وكذلك إيميلشيل وأسول، ويبقى العمولة.